في الوقت الحاضر في بعض الأحياء نصلي صلاة العيد في الجوامع. نعم. يقول في الوقت الحاضر نعم في بعض الأحياء نصلي صلاة العيد في الجوامع. أي نعم. ويكون للنساء مصلى خاص بهن، فهل الحيض يعتزلن وهن داخل المصلى؟ لا، لا يدخلن المسجد. الحيض لا يدخلن المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل المسجد لجنب ولا حائض، ولكن تكون عند المداخل، عند الباب أو في سيارة تسمع الذكر. نعم.